إنها حفلة بودور، الأطفال يظهرون قدرات كامنة للنضال. اليوم تجري منافسات رياضية ودية، هؤلاء الفتية سيناضلون من أجل مستقبلهم. الأمية تطال 65% من السنغاليين. الحالة الاقتصادية متردية، وفضلا عن ذلك فإن بودور توجد في الهامش بالنسبة للمدن الكبرى والخلايا التجارية في البلد. الشباب هنا إذن كثيرا ما يطرحون السؤال: الهجرة إلى أوروبا أو البقاء في البلد؟ بودور تحتل موقعا تاريخيا، وهو يعد ملتقى كثير من الناس والشعوب الرحالة التي تجوب المنطقة. التجارة عبر الأنهار التي كانت منتعشة زالت كليا منذ تعبيد الطريق الوطنية الواصلة بين سانت لويس وماتيم التي عملت على تهميش مدينة بودور. مدينة بودور تقع في قلب منطقة كانت تعد في سابق مملكة تكرور، ببناء أول موقع عسكري في أواسط القرن 18 وأثناء المتبادلات التجارية الأولى مع قدوم البواخر التجارية التي انطلقت من بوردو تاركة البحر ورائها، بحر سانت لويس في نهر السنغال، حتى انتهاء مهامهم البحرية بطريقة أخرى حتى تاريخ بناء مدينة بودور. الشباب حائرون بين مغادرة البلد حيث الهجرة إلى أماكن غير معروفة في أوروبا بحثاً عن الأمل المفقود أو البقاء في البلد للاستفادة من مشاريع داخلية. بعد استقلال السنغال كثيرة هي البواخر التجارية التي صارت تحل بالبلد مستوردة ما تحتاجه البلد من ضروريات الحياة. كيف يمكن إنعاش التجارة والمدن؟ أنا ابن بودور، ولدت هنا وترعرعت هنا وأود البقاء هنا، أود المكوث هنا بغية تطوير ما أنا بحاجة إليه. أريد أن أترك شيئا ما يذكرني بخير في المدينة. فكرته ترميم المباني الواقعة في مرفأ السفن لجلب السياح. الهدف تغيير صورة المدينة عبر تغيير واجهات بعض المنازل والحفاظ على ميراث الدولة فقط، من أجل السماح لبودور بالنهوض الاقتصادي والثقافي. الأمل وصول السياح يسمح بنهضة للصناعة التقليدية والاقتصاد المحلي. حتى يقتنع الأوروبيون بجدوى المدينة، مالك هان استطاع أن ينشئ طريقة خاصة تسمح للسائح الإقامة عند صاحب البيت. الفكرة تسمح للزائر بالتعرف عن كثب عن الحياة في بودور، تجربة فريدة في الحياة خاصة رفقة عائلة سنغالية. ما نريد الترويج له بشكل خاص هو ثقافتنا، كيف نعيش وكيف نقضي حياتنا اليومية وما هي انشغالاتنا اليومية. كثير هم الأوروبيون الذين لم يستوعبوا بعد كيف للسنغاليين أن يعيش في منزل أبويه إلى أرذل العمر مع أفراد عائلة يصل عددهم أحياناً إلى 20 شخصاً. الأوروبيون يحذوهم فضول لمعرفة سر هذه الحياة وإدراك كنهها وسبر أغواره. الأمر يدعو حثيثاً للتدخل السريع. عديد المنازل التاريخية تهاوت أو تكاد أن تسقط. ينبغي التحلي بالصبر لإيجاد شركاء للنهوض بالمشروع وتحقيقه. لا ندعي إيقاف الهجرة، هجرة الشباب الفاقدين للأمل. إذ لهمت الدنيا فأعينهم والذين يريدون الذهاب إلى أوروبا. لا نستطيع إيقاف الشباب طالما لم نضع خطة برنامج هنا يعمل على تشجيعهم على البقاء للعمل هنا. الآن يجب إعادة النظر في المنتوج السياحي ومساعدة الشباب لتأسيس مشاريع تجارية خاصة بهم، نشاطات ترغبهم في البقاء هنا. فلما لا نقوم بتنظيم رحلات على ضفاف النهر وفتح بيوت ضيافة؟ حينها سيقول السياح: واو، لدي رغبة في الذهاب هناك وكل شيء في متناولي. برنامج التأهيل والتكوين المهني لشباب مقاطعة بودور يعتبر مفتاحاً لإعطاء فرص مهنية واقتصادية للناس من أجل البقاء في بودور، عوضاً عن مغامرة غير مأمونة العواقب في هجرة مجهولة المعالم.
هارون ديالو هو من مدينة تبعد عن بودور بسبعة كيلومترات قرر البقاء. اليوم لا نستطيع العمل دون اكتساب مهارات مهنية. بالنسبة لجيلنا فإن الأمر غير كاف البتة، يجب القيام بتكوين مهني أولا ثم الحصول على معارف شتى تؤهلك للقيام بالواجب. سؤال طرحناه على أستاذ المعلوماتية، إذا ما كان الشباب عندما يحصلون على معارف في الحاسوب سيبقون في المنطقة أو يهاجرون؟ نعم، حتى وإن لم يستفيدوا مما اكتسبوه في الحاسوب وعلومه في داخل المؤسسة الموجودة حاليا، فإنه بإمكانهم على الأقل إنشاء ورشات لخلق فرص عمل لهم لتحقيق اكتفائهم الذاتي. برنامج التأهيل والتكوين المهني يوفر تخصصا يسمى ميكانيكا المحركات، مهم جدا في تطبيقه في القطاع الزراعي. هذه البرامج تقدمها الجمعية أسد سود في إطار الشراكة غير المركزية بين منطقة غون ألب الفرنسية ومنطقة سان لويس السنغالية. منذ سنة وبعد أن أصبح المشروع حقيقة ثابتة، 60 شابا فضلوا البقاء، ذلك أنهم كانوا من قبل دون عمل ودون مؤهلات. من خلال البرنامج تمكنا من إعطاء نفس لهؤلاء الشباب من المنطقة ونرسم لهم مستقبلا زاهرا. نريد توفير اندماج مهني واجتماعي لهم لمحاربة الهجرة السرية، لأنه ليس ثمة وسائل أخرى لتحقيق المستقبل الناجح. يتعلق الأمر بإعطاء الوسائل للشباب لتسيير مؤسساتهم، سواء كانت مؤسسات التكنولوجيا الحديثة وغيرها. الشباب الذين هم في طور التكوين لا يريدون الهجرة إلى الخارج، يريدون تحقيق مستقبلهم هنا في بودور. أريد العمل في منطقتي وأبغي المشاركة في إنجاح الاقتصاد المحلي في قطاعات الزراعة وإنشاء المؤسسات والتسويق وخلق الإدارة المناسبة. يمكن القول إن الهجرة من أفريقيا نحو أوروبا إنما تبين عن ثغرات النظام التربوي الموجود في بلد مثل السنغال. من بين الحلول الناجعة للخروج من المشكلة إنما تتمثل في تحسين الجانب المهني الذي تحتاج إليه المنطقة.